حجة الإسلام الإمام الغزالي رضوان الله تعالى عليه، سقى الله ترابه الشريف واكفة وشأبيب رحماته، يقول أخوه أحمد الغزالي الواعظ الشهير، وأيضا عالم رجل فاضل واعظ صوفي، يقول: صلى الفجر وقرأ ورده ثم طلب كفنه، كان معدا له من سنين، يعني كفن دائما حاضر، كفن الأبيض، فأخذه وضعه على نفسه وقال: مرحبا بالدخول على الملك، مرحبا بالدخول على الملك، مرحبا بالدخول على الملك، ثم أسلم الروح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأنهم كانوا متيقظين، هذا ليس حدثا مفصليا في حياتهم أبدا أبدا، ليس حدثا دراماتيكيا والناس تصك الوجوه وتصرخ وتخمش وتندب ويغمى عليها وتجن، لأنهم كانوا فعلا في حلم فظيع والآن استيقظوا. هذا حلم، هذا أحد أحلامكم، هذا الذي تبكيه الآن وتخمشين وتصكين، عنصر في حلمك وأنت كنت عنصرا في حلمه، حلم. الآن ذهب إلى الحقيقة الأخرى الأوسع، حقيقة أخرى أوسع.